السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. في الفيديو ده لو انت بتعاني من مشكلة ان مثلا لما بتيجي تفتح مثلا مايكروسوفت فوق ال 2013 او 2016 او 2019 وهكذا بيكون تقيل معاك، فازاي تتغلب على التقل ده، او ازاي تتغلب على يعني اللي هي اللي انت وانت بتفتح البرنامج تقيل، وان انت لما بتيجي تتعامل عليه تقيل وهكذا. ان شاء الله ان شاء الله في طريقتين باذن الله، يعني او خطوتين خطوتين مش طريقتين خطوتين باذن الله هنمشي عليهم، وباذن الله المايكروسوفت معاك، حزمه المايكروسوفت كلها هتبقى تمام، المايكروسوفت باكج كلها اذا كان اكسل او وورد او اي حاجه تاني او اكسس او اي حاجه تاني، ان شاء الله يعني امشوا معايا في الخطوتين، وباذن واحد احد باذن واحد احد هتعرفوا يعني الجهاز هيبقى سريع معاكم والمايكروسوفت هيبقى سريع معاكم. قبل بس ما نروح اتمنى بس حضرتك لدعمي تعمل بس لايك وتشترك معايا في القناه لو بعد اذنك، لان 85% من اللي بيتفرجوا عليا في اليوتيوب ما بيشتركوش معايا، فاتمنى لو بعد اذنك تعمل لايك للفيديو وتشترك معايا في القناه، ده لدعمي. ويلا بينا نروح على الخطوتين. بص هنيجي في السيرش هنا وهنكتب كنترول بانل، كنترول بانل اهي، وهنيجي في السيرش هنا على ايز اي اي اس اي تمام، وهنخش على ايز اوف اكسس سنتر اهي، ندخل عليها اهو، وبعد كده ندخل على ميك ذا كمبيوتر ايزير تو يوز اهي، دي تاني واحده اهي، وهننزل ننزل ننزل هنكتب تيرن اول تيرن اوف اول انسيسري انيميشن. انسيسري انيميشن دي اللي هي السلايد، الحاجات اللي بتنزل ببطء دي كده وتطلع تاني وهكذا، انت بتقللها وين بوسيبل. بوسيبل دي اللي هي في الامكانيه، هنروح دايسين عليها ونروح دايسين ايه اوكي. دي اول حاجه، ثواني بس بيحمل كده لحظه، دي اول حاجه تمام. بعد كده نقفلها ونيجي في الاكسل او في الوورد او اي حاجه، ونيجي في الفايل هنا فايل اوبشنز، في الادفانسد ادفانسد، ننزل 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 في الديسبلاي اهي، في خانه الديسبلاي، ونيجي نروح قافلين على display hard graphic acceleration اللي هي الانيميشن او اللي هي الحركه البطيئه او اللي هي الجرافيك الكتير اللي بتحمل على البرنامج، والبرنامج بيكون تقيل اهو، ندوس عليها دي كده وندوس اوكي. بس كده كده البرنامج بقى سريع وبقى بسرعه عاليه شويه احسن مكان الاول. الاول كان بيستخدم من كارت الشاشه كتير، وكان بيستهلك كمان من الطاقه بتاعه الكمبيوتر ومن سرعه الكمبيوتر، لكن دلوقتي او البي سي دلوقتي الدنيا بقت سريعه جدا، ودلوقتي الدنيا بقت لحد ما هتبقى اسرع باذن الله. وليه الفرق؟ فاتمنى تعملي لايك وتشترك معايا في القناه، ده لدعمي. ولو حسيتوا بفرق اتمنى لو بعد اذنك تنزلي في الكومنتات وتقول لي ايه اللي حصل، يعني هل فعلا الجهاز فعلا فرق معاك، هل انت لما اشتغلت الجهاز فعلا بقى سريع معاك ولا. وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.